على هامش هذا السؤال تبرز في مجالس الناس في أيام الحج فضيلة الدكتور تعداد من الأسئلة في هذه الجزئية من السؤال. يقولون أحيانا الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، ثم يقولون الأفضل أن يقدم طواف الوداع طواف الإفاضة على الوداع وهكذا. أرجو أن تبسطوا القول في هذه المسألة وما يثار أمام فضيلتكم أي في أيام الحج. طواف الإفاضة عرفنا أنه الأفضل أن يؤدى يوم العيد أو أن يقدم بعد يوم العيد مهما أمكن، كل ما قدم فهو أفضل. أما طواف الوداع فهو متعلق بالسفر، إذا أراد أن يسافر الحاج إلى أهله فإنه قبل أن يغادر مكة يطوف سبعة أشواط تسمى طواف الوداع، لأنها وداع للبيت عند السفر. ولو قدر أنه أخر طواف الإفاضة وأداه عند السفر فإنه يجزي عن طواف الوداع، لكن ينويه عن الإفاضة، لا ينويه عن الوداع، إنما ينويه عن الإفاضة ويجزي عن طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم.